عقد اتحاد الكتاب العرب ندوة بعنوان طريق الحرير تاريخ وآفاق مستقبلية، حيث تم إطلاق مبادرة صينية على أنقاض طريق الحرير القديم، مبادرة تهدف إلى ربط الصين بالعالم عبر الاستثمار في البنى التحتية عن طريق عودة إحياء طريق الحرير الذي تشارك فيه 123 دولة من آسيا وأوروبا وأفريقيا والأمريكيتين. طريق الحرير بالمعنى الذي تم طرحه اعتبارا من عام 2013 الذي طرحه الرئيس الصيني هو ليس جديدا، ولكن الدلالات والمعاني لهذا الطريق هي جديدة. هناك علاقات ثقافية قديمة قدم التاريخ ما بين الصين وما بين العالم العربي، ونحن عندما نتحدث عن هذه العلاقات فإنما نتحدث عن علاقات تعود لقرون طويلة. الثقافة الصينية ضاربة في عمق التاريخ تمتد لأكثر من 5000 عام، أيضا الثقافة العربية ضاربة في عمق التاريخ. الثقافة العربية ليست ثقافة عدوانية، الثقافة الصينية ليست ثقافة هيمنة وعدوانية أيضا، وبالتالي فهناك الكثير من المشتركات. هذه الندوة مكرسة للحديث عن طريق الحرير وآثره في التنمية وخاصة بالنسبة لسوريا. سأركز في مداخلتي في هذا الموضوع على الجانب الجغرافي، أي المسار الذي يسير فيه طريق الحرير بدءا من الصين وصولا إلى سوريا. هذا المسار طويل فعلا، ولكن هو طريق مسار فعال يمكن أن يصبح فعالا أكثر كلما كانت البنى التحتية السورية من طرق مواصلات وسكك حديدية ووسائط وإدارة تسهل هذه العمليات، عمليات النقل، كلما كان المردود أفضل تنمويا. لأننا يعني عندما نفكر بطريق الحرير فإننا نفكر بالتنمية وليس فقط بمجرد طريق تنقل عليه البضائع وتمر عليه القوافل والشاحنات المختلفة. طريق الحرير هو مبادرة إنسانية، ثقافية، اقتصادية، سياسية، ليس فقط نزهة وليست رحلة عادية، هو نظرية تحل محل النظرية الإمبريالية الأمريكية والنظرية الاستعمارية التقليدية الغربية. نحن اليوم أمام عالم ورؤية للعالم جديدة تختلف عما سبقها، لذلك أنا كسوري كرحالة سوري لابد أن أشارك وأرحل على هذا الطريق لأحمل هويتي وثقافتي وهموم شعبي وآمال شعبي بهذه الرحلة. هذه المبادرة هي مشروع القرن، وهي المشروع الذي يلتقي مع توجهات الدولة السورية التوجه شرقا، والذي يأتي المبادرة الثانية بعد مبادرة الرئيس السوري بشار الأسد بالبحار الخمس. بالتالي هي مبادرات تنقذ العالم من محورية أمريكا وقدرية أمريكا لقيادة العالم، ولهذا ما يجعل سوريا مهتمة بهذه المبادرة، والتي سوف تكون مهمة لوضع سوريا على خارطة اقتصادية سياسية تنموية حضارية مع هذا الطريق. مبادرة للعمل التشاركي لإنشاء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وعودة إحيائه لما له من أهمية ثقافية وسياسية واقتصادية.